احتفاء وابتهاجا بمناسبة العيد الوطني 52 المجيد، ابتدأت الفعاليات بمحافظة مسندم مع إقبال غفير من المواطنين والمقيمين. وكان في بداية الاحتفال عروض طائرات الدرون الضوئية التي تشكلت بأشكال ورموز وطنية، وبعضها يحاكي ما تتميز به المحافظة من فن الندبة ولوحة رسمت الدلافين برفقة السفينة معبرة بها عن السياحة البحرية في المحافظة. هذه الاحتفالية عبارة عن ألعاب الليزر، عروض الليزر، وكذلك بعض نوع من النشاط الترفيهي لأبناء خصب وأبناء مسندم عامة. وكذلك كان في عرض للدرون، يعني عروض جميلة جدا واستمرت لفترة، حقيقة لاقت انطباع وفرح من قبل الجمهور. واستمر الحفل الوطني بمشاركة الأطفال مرفرفين الأعلام متغنين فرحة بهذه المناسبة وبالأغاني الوطنية، وسط تفاعل كبير من المواطنين رجالا ونساء صغيرا وكبير. سعيدين نحن كذلك أنه في هذه المحافظة نستضيف هذه الفعاليات ونفخر بعيدنا الوطني، ونسأل الله تعالى أن يحفظ عمان وسلطانها وأبنائها في خير وسداد وتوفيق بإذن الله تعالى. وفي الختام قدمت عروض الليزر بأشكال وألوان متنوعة، أضافت لوحة جمالية لتكون نهاية لهذه الاحتفالية والفرحة الوطنية. هكذا احتفلت محافظة مسندم بمناسبة العيد الوطني 52 المجيد بعروض الدرون والليزر ومسابقات متنوعة للأطفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع. عقيل بن عماد الكمالي، محافظة مسندم.